حسين كنت بالعام من الدورة 39 لمهرجان إميليس كمان من تازايد. حسين من مارس لصالح شوشان. أنسة ربيع الوليمي. سيدة صالحة كندوفي. سيدة الدين بن داهر منصف عام المهرجان. سي رؤوف بن حفصية رئيس لجنة الدعم. سيدة بن عاشور كيف العام المهرجان. سعد البوتار عضو لجنة الإعلام. إذا طول تسليم الشهادات نبدأ بشارات لكبار المدعمين. البداية كمان تكون بمؤسسة رئاسة الجمهورية اللي دعمتنا بشكل كبير. معنا سي وليد بن عمران مستشار في مسار الرئاسة. أهم فترات مهرجان خلينا نوثقوا بها يعني الدورة هذه 39. تفضل وليد. شارع للمندوبية الجهوية للثقافة يتسلسل لها مهنية مثلا من الرئيس كمان من تازعين. رشوة هذه هي تسلمها بالنيابة على المندوب يعني مندوب الثقافة السيد مهدي العمريت بالنيابة كمان من تازعين. بلدية جربة خمسوق هذا وصي نجيب بوجة. جست نشوف شنو الذكرى يعني أسندت هذه الشهادة اعترافا بمساهمتها القيمة في نجاح دورة 39 من مهرجان جربة ليس الدولي. شكرا لرعاية العمل الثقافي والإبداع الشهادة هذه في بلدية جربة خمسوق سلمى سي نجيب بوجة. بقية المدعمين ما حضروش كون سموهم لكن نحب نذكروهم. احنا اكبر المدعمين لنا شركة سكانيا اللي وعدت ولفت الوحدة تاعها المبلغ هام. لصلاتي صعبة كيف أمن الإقامات وكذلك نمر إلى تسليم الشهادات كيف كيف للمدعمين والمساهمين بشكل فعال في إنجاح دورة 39 لمهرجان جربة إبليس الدولي.
بشكل كبير عاوننا شخص ابن الجزيرة سي سليم بن حميدان. ممكن في اليوم هذا سي سيرو استشهادات اليوم تاع سليم. وأنا مساهمة قيمة ودعم كبير. شهادة أخرى نحب نعطيها لابن الجهة عاوننا بشكل كبير سي وليد بن عمران بصفته الشخصية الآن. سي وليد بشكل جدي في تأمين يعني مختلف السهرات في ظرف كما تعرفوا كان سيء يعني. كيف كيف حبينا نكرم يعني أصدقائنا في الحماية المدنية باعتبار مساهمتهم القيمة في إيجاد دورة تعاونية. بشكل سريع وبرقي برشا ناس عاوننا مش موجودة باش نذكروها على الأقل. البنك العربي لتونس، شركة مشروبات تونس جبتيس، شركة تونس دارات السؤال وبركين، نادي نزل كاليميرا، دكتور شادي بن مسعود كان موجود أو معش ممكن نسموها له أثناء، وأسست الجمعة للسيارات، ويكاد أسبار تي تي إس، راديو إوليس إف إم، هذا هو مدير برامج السي شكري شوهات. عندنا مع اتفاقية شراكة وتعاون إن شاء الله نتجدد في فرص قادمة. مؤسسة إعلامية أخرى حاولت دور كبير في نجاح دورة 39، مؤسسة جيرباسكو اللي هي خالد. سفرة دائما تونسي بدر. سيد منير البركي أيضا دعم. طبعا برومو فري. مقهى الفلوكة سي رؤوف. جانب كبير من
فعاليات الدورة 39 واشتغل شغل كبير على الألمية مونتاج وسهريات ياس يوميا. أشرف تونسي اللي تحب تسلمه في أستاذ كبير الأستاذ ربيع الوريني علاء عروة مش علاء الوريني علاء اليوم شغلات ياسين نزيز أشرف لطرش مش موجود مش بخلاف موجود سي لطفي تومي لطفي سي نور الدين بن يفلح نور الدين سيف الدين نوبيل هذا هو سندس المحلي غسان لباسي الذي ممكن زاد يساهموا معنا الاولياء في تكريم ابنائهم يطلعوا معنا مساج للركح الاولياء الابناء المتطوعين اسكندر الكسندر لويزي ما جاش لبنى الباروني تخضع بشعبيه لبنى يومكم الحمد لله بالنسبة بلاي نتوجه بشكر جزيل إلى بلال الباروني شقيق لبنى قدم على النساء والمسلمة تعالى أمينة عليهم حسومي حامد حسومي زاد عاوننا نشرح في الفقرات التنشيطية ما قبل السهرة أنيس الحراني عنده أيضا نزهر براجح فراس المرابط ملك نسكي علاء إشير كيف كيف مش موجود أمير القطرسي سهاج القادري محمود الدربلسي أسامة بيولي خولة بطيف ايه بالراجح وبيما خفتها أميمة بالغيث
نرجو الغسان الذين لي غسان لباسي سوار القادري واعد مليدي دارين العباسي محمد كريم القادري هذا أيضا نور الدين بن يفلح سي نور الدين مهند الداجي مش موجود بس اشكو ده الداجي ها بان خليه له محمد عزيز زراع محمد بغاري وقف وعمل لي فيديو كده شايف شو شوف هنا هبة زيري وتعالى زبا استنى حتى عيطك انا رنزي كده محمد أمين كاسح محمود ترابرسي ترجع سيد جمال بن عاشور نواصل ديما مع الشهادات أعضاء الهيئة المديرة ضمن المجموعة لكن ستصلك هي الشهادة رحاب ممكن تعمل صورة للذكرى رحاب حط الأمام مش عارف صورة أعضاء الهيئة المديرة سيد
سيد بشير بن غازي، كمان نسي كمان بنت عزيز، سيد صالح شوشان، سيد طارق ترجت، الأستاذة ربيعة الوليمي، تحية كبيرة لسي هشام الواتي، سيد نور الدين بن طاهر، سيد رضا بن عاشور، تحية كبيرة، سيد رؤوف بن حفصية، أهل الصحة، سيد عادل كتار، سيد صادق بشناخ يعطي الصحة، سيد بلال الباروني يعطي الصحة زادة، سيد صالح القطوفي، كذلك سيد سليم بوجة صاحب عرض الأصوات، وأخيرا شخص عاوننا كذلك في الخفاء سيد رياض بوبكري يعطي الصحة. Thank you.